ازاي تعرف الوزن بتاعك وزن طبيعي او زايد او عندك سمنه او سمنه مفرطه؟ عن طريق معادله بسيطه هنقسم فيها الوزن بالكيلوجرام على مربع الطول بالمتر. الرقم اللي هيطلع ده هيكون حاجه من 4. لو الرقم طلع بين 18 و 24.9 من 10 يبقى ده وزن مثالي. لو الرقم بين 25 و 29.9 من 10 يبقى في الحاله دي وزن زايد. بين 30 و 34.9 من 10 ده سمنة. من 35 ل 40 فما فوق ده سمنة مفرطة.